بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا اليوم مع اللاب الثاني، ونستخدمها الأمر أو الانستركشن wait for. طبعا هنتعرف عليه الأسباب، هنشوفه كمان شوي لأهمية هذا الموضوع. هنستخدمه طبعا بي اتش دي الكومبايل مودل سيم مع النوت باد بلس بلس زي كل مرة، وهنعمل كرييشن للفولوينج. هنعمل تالي، هنعمل انتيتي ويت فور تي بي اللي هو تست بنش، يعني انتيتي واركتكتشر زي ما عرفنا دائما في انتيتي واركتكتشر. الانتيتي طبعا انتيتي بعرف فيه الوحده هنستخدمها، واركتكتشر هو ايش مكونات هاي الوحده بيجن والانديد. طبعا اند اركتكتشر تحت بيكون بالنص في عندنا بيجن واند، بعدين في النص في عندنا البروسس، وكل بروسس لها بيجن واند بروسس. طبعا في النص هنا بنكتب الاكواد تبعتنا اللي لازم ننفذها ايش البرنامج تبعنا. تمام، فالانتيتي هذه مطلوب منها ايش تعمل عمليه انه ما يتوقفش البرنامج بعد ما يكتب هالو وورد زي المره اللي فاتت. ما كان تعمل هالو وورد بعمل ويت يعني بوقف مطرح وبعمل ستاكينج في نفس المكان وبكملش البرنامج، لانه يعني ويت امر توقف، وبالتالي لازم كان نعمل ريستارت كل السيموليشن من جديد عشان يكتب كمان مره ويت. فكلمه ويت تخلي البرنامج يعمل ستوب الى ما لا نهايه، انفينيت يعني، فهمت كيف؟ توقف دائم. احنا بنعمل عملية ايش؟ توقف مؤقت ويت فور باستخدام ويت فور. هاي الفكرة الان. كيف نعمل الموضوع هذا؟ بنعمل نفس الانتيتي كذا ويت فور تي بي انتيتي هاي، بس بنعمل البروسس، بنعمل في قلبها بيجن وبنحط هان ذيس از ذا ستارت اوف البروسس. هذا ككوبن طبعا في دائما اثنين حاطين ناقص يعني توقف البرنامج، يعني هذا عبارة عن كومنت البرنامج الكومبايلر ياخذها بعين الاعتبار. بيجي عندنا هلو ايش؟ هلو ريبورت هلو وورد نيو، نكتب نغير كلمة هلو وورد هلو وورد نيو ونغير فيها شوية بحيث انه يتميز عن البرنامج الأول. بعدين نستخدم ويت فور نانو 10 نانو سكند. لاحظوا السنتكس هان ويت في فراغ فور في فراغ 10 وفي فراغ 10 نانو سكند. تمام، بعدين اند بروسس. طبعا في النهاية عندنا اند اركتكتشر. نيجي على البرنامج، هو نفس المرة اللي فاتت عن نفسه، ونستخدمه هو مش لازم نكتب كل شيء من كل مرة، كل شيء من جديد كل مرة. وهان نعمل إضافة له، نعمل له هان إيش؟ فايل سيف أز، ونسميه ويت إيش؟ فور دوت إيش؟ طبعا في اتش دي. تمام، سيف. نيجي على التست بنش ونغيرها ونكتب إيش؟ نسميها ويت فور، ونسميها نفس الموضوع لما نقول له هان ايش ويت فور ويت فور تي في. القصة انه ما تعرفناش عليها كمان مرة، لازم كانت كم ثلاثة بالضبط. لو لاحظ بسرعة، ما حد ما كتبتها سبون ما تعرفش عليها الكومبايلر او الاديتور، عفوا الاديتور ما تعرفش عليها المرة، لما كتبتها الويت زي فوق اتعرف عليها. تمام، العملية هي حنكملها وبيجن كذا كذا هلو وورد، وخلي زي ما هان ونعملها للويت هذه عملية ايش؟ كومنت اوت، ونعمل عملية ايش؟ تخزين للبرنامج. تمام، كله خلينا زي ما هو. انا بدي اروح انا على ايش على المودل سيم واقول له اضف ايش بروجكت من اكسيستنت فايل براوز وخذ الويت فور واعملها اوبن. اوكي هاي جبنا هان ايش الويت فور. اوكي اعملها كومبايل، يا طبعا انا منها بالرايت ماوس كليك كومبايلنج، او بدعس هنا عدد زي ما قلنا مات كومبايل، هيطلع لنا هان وورنينج قد البلد ايش بوسبل انفينيت لوب بروسيس contains no wait statement، يعني فيش عندنا wait، يعني البرنامج هذا حيظلوا ماشي بسبب انه خفينا ال wait. طب كيف نحل المشكله هذه؟ يعني نعمل wait ونوقف مطرحه. طب في حل ثاني غير نعمل wait ونوقف البرنامج مطرحه؟ احنا اذا بنعمل ايش؟ هي اللي بسموها الايش؟ ال wait ايوه for، ونقول له سوري for 10 مثلا نانو سكند. تمام، وسيمو كولون 100%، ونشوف كيف بصير حصده مع الموضوع هذا. طبعا لو جينا هنا وعملنا له ايش كومبايل سيلكتد، مفروض هنا
انه صار عندنا كومبايل فيش في هنا مشكله. قال بنعمل ران نشوف ايش كان مطلوب ايضا في اسمه، كان مطلوب تعمل this process with loop back from start here، يعني عمليا انا اعرف انه البرنامج عامل looping من هان. وكمان عشان احنا كمان كنا لازم نزود بعض الامور نضيف عشان نتعرف على ايش مكونات البرنامج تبعنا، يعني مثلا the process begin ايش معنى الكلام هذا، the process start here the process عشان نفهم the process ايوه start تمام كثير تمام اوكي. هذه مثلا عرفناها انه البوز بالدهان، وهان نعمل بالفور لوب انه ايش اللي هو ايش كنا انه بعمل لوبينج every 10 نانو سكند تمام. هذه زي ما عرفنا انه بيعمل لوبينج كل 10 نانو سكند تمام. نعمل كومباينينج كم مره عشان لا يكون عملنا غلطه طبعا مع السنتكس ولا شيء تكون بين لا فيش اخطاء طبعا نقول كومنتس. ونجي على موضوع ايش نعمل عمليه الرام الران ران سيموليت ستارت سيموليشن، حيطلع عندنا البرنامج طبعا زي ما هو في الورك حنلاقي عندنا الويت فور لوب هذه اوكي حنختارها اوكي. تفتح عندنا طبعا شاشه ايش نافذه اسمه نافذه السيموليشن اللي جاي ناخذ كل هذه الاوبجكتس وكذا لما نعملها بعدين لها 100 اخرى. وحنلاحظ احنا جنب الرقم هذا ال 100 نانو سكند حتعرف هيك كمان شوي عليه وجنبه بيجي عندنا مباشر ريستارت او عندنا على الجهه ايش الران، ندعس ران حيطلع لنا شو كم مره حيطلع لنا ها النوت هيو كم مره نرجع فوق دي. ايوه شوف هلو وورد اول مره بعدين هذا عندنا زيرو عندنا زيرو نانو سكند بعدين 10 نانو سكند كم مره قلنا هلو وورد بعدين 20 نانو سكند حطانا كم مره ايش هلو وورد مظبوط. وعد 0 10 20 وكل مره بعد 10 نانو سكند بعمل لك كمان مره هلو وورد مزبوط. طبعا احنا كنا بدنا يا ريت يعني كان نعمل ايش نغير في السنتكس عشان نبين معنى الموضوع شويه. نيجي احنا على الـ على الـ اللي هي تبعت شو اسمه ونقول له بدنا هلو وورد نيو ونغير في الرسمه نقول مثلا ثلاث نجم على اليمين وثلاث نجم على اليسار نحط له سيف ونيجي على البرنامج نفسه ونروح نعمل خروج من ال السيموليشن نروح على البروجكت ونقول له ايش كومبايل سيلكتد تمام مره تمام 100% كومبايلد. نروح على السيموليشن ونقول له ستارت سيموليشن كمان مره حيروح على فور حياخذ الويت فور لوب اوكي اشتغلت كمان مره طلعت هنا حنروح نعمل له هان ايش ران هي حيطلع كمان مره ايش ران كمان مره ران حيطلع كمان مره نفس الموضوع كل 10 نانو سكند حيطلع لنا ايش بس شفتوا كل مره بزود قديش يعني كل مره بزود 10 نانو سكند. فده اول مره هان مثلا كبر الويندو عشان يبين الوضع يصير واضح شفتوا هان بدا عندنا 110 لانه انتهى في هرب 100 مظبوط. لكن فوق بدا من الصفر 0 10 20 30 40 50 عد 100 وكل مره كل 10 نانو سكند بيدينا ايش؟ بيدينا هلو وورد جديده هي هلو وورد هلو وورد وعليها نجم نجم نيو كمان مظبوط زي ما احنا وقعنا وهان هي هلو وورد نيو تمام. بعدين بدا 100 خلصت بدا كمان مره سيموليشن كمان مره 100 جديده فهان 110 120 لعنديت ايش لعنديت ما يصل لعند ال 200 نانو سكند. طبعا هذول عرفناها انها 100 نانو سكند كل مره يعمل سيموليشن من هنا ممكن نزود ونقول له اعمل لنا 200 نانو سكند تمام واعمل ايش ريستارت هيبدي اوكي مش مشكله دي كانسل يبدي هان عمليا لا هو هيعدها 100 100 كمان مره يقول له هان ريستارت ايفري ثينج اوكي وهان اعمل ران
هيعدل لك هان لعند 200 مره واحده، عاد 200 هذه هي عباره عن ايش؟ الران تايم تبع السيموليشن، تمام؟ فكل ما انا زودناه حيعمل لنا اكثر، وكل مره حيزود 10 ويعطينا ايش؟ هلو وورد مره كل 10 نانو سكند. هذا بالنسبه للاسايمنت الثاني او اللاب الثاني، تدرب كيف استخدم الفور لوب، واي ان شاء الله كل مره حنزل فيلم جديد او فيديو جديد يوضح ايش، يوضح ايش جديد من خواص او امكانيات يمكن نستخدمها في تنظيم العمليات، بس في ايش، في لغه ال VHDL كلغه برمجه او سيموليشن للهاردوير. يعطيكم الف عافيه، وان شاء الله يكون الموضوع مش كثير صعب وواضح بالنسبه للجميع، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.